أنا أنصح أولادي وإخواني في زمان الفتن الذي نحياه الآن بالمحافظة على العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج يعني في الفتن كهجرة إلي، فاحرص على العبادة، لا تضيع الصلوات الخمس، ونصيحة غاية في الأهمية: لا تضيع قيام الليل، لأن الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الضلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى وكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا إلى الله جباههم، وناجوا ربهم بقرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه، فوالله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. فزمن الفتن نحرص فيه على الطاعة ونحرص فيه على العبادة، ولا تغفلوا عن الذكر. وانت قاعد شغال، تعال على المكنة بتاعتك شغال، خلي لسانك شغال. هتقول لي طبعا قلبي مش حاضر، حتى ولو لأنكم قلبك حاضرا، لأن الذكر له مراتب، ذكر اللسان وذكر القلب، والمرتبة الأعلى أن يواطئ القلب واللسان، فلو لم تذكر إلا باللسان فهذه مرتبة من مراتب الذكر. فالذكر سبب للحياة، وبدون ذكر نحن أموات، كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه مسلم من حديث موسى الأشعري، بل البخاري ومسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذاكر لله حي والغافل عن ذكر الله ميت، وإن ملأ الدنيا ضجيجا وتحرك بين الخلق وبين الأحياء فهو ميت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بذكره، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يعصمنا وأولادنا جميعا من الفتن، وأن يقر أعيننا بنصرة هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاك الله خير سيدي.